بسم الله الرحمن الرحيم. كيف ما كيعرف الجميع احنا اليوم السبت غناخذ واحد المقابله امام الجار اولمبيك هزفي. ما غتكونش واحد المقابله سهله. احنا بالعزيمه ديالنا وبالاراده ديالنا كيف ما قال لنا السي عبد الحق بن شيخه غنمشيو تماك عازمين باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه لثلاث نقاط. احنا كنا دخلنا الكونسنتراسيون واحد مده شهر، كنا خدمنا فيها مع السي عبد الحق بن شيخه، كنا لاقين شويه المشكل، ولكن من بعد المدرب مع في الحصه التدريبيه داركنا دوك الاخطاء، الحمد لله صححنا كل شيء. احنا ان شاء الله غنمشيو لمدينه الاسيوط باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه.